مساء الخير أعزائي المشاهدين، معكم اليوم توم وبن من أخبار الدار، وعدنا لكم أخبار دار مميزة عن دوامنا. توم مع حق في أخبار كثير حلوة ومميزة راح نعلنها بعد شوي، شوفوا يانا الفيديوهات إن شاء الله تعجبكم. تميزت المجموعة عندنا بمجموعة من الأفكار الإبداعية اللي أثرت الموظفين كلهم. نعم، حتى المادة التدريبية اللي استخدموها كانت أيضا مميزة وجذبت كثير من الموظفين. على العموم راح أخليكم مع الفيديوهات وإن شاء الله تعجبكم. بعد ما شفتوا الفيديو اللي يعكس الحركة النشطة في الدوام عندنا، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. وأيضا نقول إنه إن شاء الله دوم مو لحظة ويوم، ومبارك عليكم الإبداع والابتكار والأيام الحلوة إن شاء الله علينا وعليكم. إن شاء الله إن شاء الله كل بمر الله إن شاء الله.